اتفضل يا استاذ كريم. شكرا يا كابتن. اتفضل يا استاذ كريم. شكرا يا دكتور احمد. مع ان الناس برضه زعلانه ان انا كل شويه بمشيك وبعك وبتاع، عاملين يقولوا لي ضيعهم شويه. قلت لهم بالعكس والله، ده هم مبسوطين يعني بالكلام ده. اتفضل يا كريم. طيب بدايه كابتن، طبعا اكيد احنا كل توقعاتنا لتشكيل صبري دموشي بقى بالفشل، حتى التكتيك اللي احنا توقعناه ليه ان هو يبدا بيه المباراه برضو بقى بالفشل، لان الراجل بدا يفكر في امور دفاعيه اكتر، ودي النقطه طبعا اللي خلت اداء نادي الدحيل يختلف تماما عن الشكل اللي احنا شفناه في الدوري او حتى في كاس الامير. لكن بالنسبه لبيتسو موسيماني، الفكره ما كانتش في اسماء الافراد اكتر ما كانت توظيف داخل الملعب واللعب. يعني بيتسو موسيماني ما ركزش في ان هو يفاجئ صبري دموشي بخطه جديده او باسماء جديده، اكتر ما هو فكر في اسلوب اللعب، طبيعه اللعب بتاعتي اللي انا هنزل العب بيها وتوظيف اللعيبه. وواضح جدا جدا ان كانت هي كوبي وبيست من مباراه نادي بيراميدز، رغم ان طبعا خسر نقطتين في الدوري، ولكن شفنا اشكال كتيره من اللي اتعمل في مباراه بيراميدز. ناخد اول صوره معانا ونشوف النادي الاهلي اول ما بدا. احنا مسنطرين في الشوط الاول والكره معانا، طبيعي جدا الدحيل في اول لعبه لازم يعمل ضغط بطول الملعب. مظبوط. اخبار ليك ازاي هتقدر تنجح في اللعبه دي، لان اللعبه دي بتدي تفوق نفسي دايما في الكوره. نعم. في كره القدم لعيبه. نعم. الكوره دايما يقول لك ايه، اول لعبه طبعا، اول لعبه طبعًا. دي تخليك يا اما تكمل طبعا يا اما، وهنا انت بتعمل ما يشبه كارت الارهاب. لو انا النهارده عندي قدره ان اتخلص من الضغط العالي ده، انا بينت للفرقه اللي قدامي ان انا بلعب كوره كويسه وبلعب على الارض كويس. لو شفنا الكوره دي هنلاقي ان النادي الاهلي عنده كذا اوبشن للتمرير. الكوره هنا مع ايمن اشرف، ببساطه عنده عمرو السوليه نازل له، وكمان عنده علي معلول. الكوره دي حتى لما نشوف الفيديو بتاعها هنلاقي ان هي اتلعبت لعمرو السوليه، لمسه واحده لعلي معلول، والنادي الاهلي خرج من الضغط العالي اللي عمله نادي الدحيل بخمس لعيبه في وسط طلع الملعب. خمسه لعيبه بره اللعب، بره تماما، والهجمه تحولت للنادي الاهلي دي في اول لعبه لينا بعد السنطره. نشوف الصوره التانية عشان نشوف الشكل الدفاعي لنادي الدحيل، وهي الطريقة الأقرب ليا اللي أنا شفتها من صبري دموشي. لعب بـ 4-1-4-1 في حالة دفاعية بحتة، وكان كل الاعتماد في الهجوم على لعيب واحد هو إدميلسون، لأن دودو كان تحت الرقابة تماما. دودو ما حاولش يقرب من طول المباراة الحقيقة، خلاص بقى في مان تو مان معاه، وفعلا هو ما كانش برضه قادر يجري كتير، ما كانش قادر يهرب. الوحيد بصراحة اللي عمل مباراة ممتازة في نادي الدحيل هو إدميلسون، سواء في الشوط الأول من حيث الجهد محمد البدني. محمد هاني تعب صح. طب والشوط الثاني طبعا لما نزل معاه واحد، ومحمد هاني برده طاهر ما رجعش معاه، وهنشوفها بالصور. فبالتالي نادي الدحيل وصبري دموشي بكل تاكيد لاعب بشكل دفاعي ما حدش توقعه قبل المباراه. نروح للصوره الثالثه ونشوف بقى النقطه اللي احنا بتكلم عليها، وهي في توظيف اللاعبين في مساله الضغط. نشوف هنا في اللعبه دي، لو جينا نقول ان هنا دايما الهجمه بتبتدي من عند المهدي بن عطيه، لعيب خبره وعنده تمرير كتير. مهدي بن عطيه هنا عشان يبقى عنده اوبشن للتمرير يا كابتن اسلام صفر. ليه؟ لان كل لاعب من نادي الدحيل معاه واحد، ولاعيبه النادي الاهلي مركزه ما حدش يقف جنب اللعيب، او بحيث ايه انك ما تعملش فاول، لا انت ممكن تقطع الكوره. بمعنى ايه؟ هنا في نوعين من الضغط، في ضغط اللي هو بريشر، وفي التحليق اللي هو الكونتين. كل لعيبه النادي الاهلي هنا عامله ايه؟ عامله كونتين، مش عاملين بريشر. بمعنى ايه كونتين؟ بسيب مساحه ما بيني وبين اللاعب المنافس، عشان لو جات له الكوره مجرد بس ان انا احط رجليا اخدها، ما اعملش فاول، لان انا النهارده اقدر اقلب الهجمه اللي انت بتحاول تبنيها احولها لهجمه. لو حضرتك تفتكر لما كنا جايبين الهدف ضربه الجزاء، أيوة، بتاعت نادي قطر، بتاعت نادي قطر، الضغط نفس الضغط على البريك في الجبهه اليسرى وتاخد الجون ضربه جزاء. بالظبط كده يا كابتن اسلام. صح. هو ده اللي كان بيفكر فيه بيتس موسيماني، ان انا احول هجوم نادي الدحيل لهجوم ليا. نشوف الصوره اللي وراها، نفس الامر، المهدي بن عطيه حاول يهرب على اليسار، نفس الضغط، ما عندوش اي اوبشنز للتمرير، وبالتالي ده نجاح الفكره بتاعت بيتس موسيماني في التوظيف اكتر من انا عايز. اذا فكره بيتس موسيماني في هذه اللقطه او في هذه المباراه او في الشوط الاول في هذه المباراه هو الضغط العالي على فريق الدحيل، وحول الهجوم بتاعهم لهجوم ليا، مش بس ان انا مش مجرد ان انا ضغط اعمل فاول ولا حاجه. بالظبط. نكمل ونشوف بقى واحده من النقط الجميله جدا. نادي الدحيل وصل بالكوره نص
من العدو. نفتكر الفيديوهات اللي احنا جبناها لنادي قطر وازاي النهارده كان بيعمل كابتن اسلام الضغط الثلاثي. لو شفنا نص الملعب وقعدنا نعد اللعيبه هنلاقي دايما لعيبه النادي الاهلي هي الاكثر. ليه؟ مفيش مساحه تمرير لنادي الدحيل. الراجل ماسك الكوره وعمال يلف بيها وعمال يدور على زميل له، اي كوره هيفكر يلعبها هتتقطع، وبالتالي يبدا يعمل الروتيشن ويرجع تاني في نص ملعبه. نشوف الصوره اللي وراها على الناحيه اليسرى هنلاقي برضو نفس الفكره. عمرو السوليه كان اكثر من رائع في التحرك بدون كوره، بيروح يلم ورا زمايله في اتنين رايحين وهو معلش ممكن تقول اللقطه دي تاني لان طبعا. في ناس ما بتاخدش بالها دي مهم. من الدور. يعني احمد دكتور احمد ثابت في الاول قال لك ايه؟ قال لك الدور المهم لوالتر بواليا اللي كان الجندي المجهول، وبالفعل كان من افضل المباريات للجندي لوالتر النهارده. برضو انت بتقول او دلوقتي بتتكلم عن عمرو السوليه. عمرو السوليه ان انت تقفل الشوط الاول يا كابتن اسلام كان عظيم في مساله ايه؟ ان هو على طول بيشوف اتنين زمايله بيروحوا يضغطوا، هو على طول جاي وراهم عشان يامن التمريره البينيه، وبالتالي ما شفناش اي هجوم لنادي الدحيل على الاطراف، وهي طبعا الجبهات الخطره عنده. نروح الصوره اللي وراها ونشوف هل نادي الدحيل قدر انه يوصل لمنطقه الجزاء النادي الاهلي. نفتكر الصوره او الفيديو اللي احنا جبناه لدودو في حالتين، لما كان في ماتش نادي قطر وكان عنده ازمه في الاختراق، لان كان الاول بيرقص بيلاقي اثنين بالظبط، واحد قدامه بيعمل له بلوك، وبالتالي نفس الفكره. النادي الاهلي واضح جدا انه درس نادي الدحيل بشكل جيد، وشايفين الشوط الاول ثلاث لعيبه. او اتفرج على البرنامج ممكن برضه. لا طبعا هم هو بيتسو يعني في الدراسه وفي الحاجات دي رائع جدا. اتفضل. المحللين اداء الاهلي بصراحه ممتازين، وبالتالي نفس الصوره اللي احنا جبناها في ماتش قطر هي بالظبط. ثلاث لعيبه من نادي الاهلي واقفين قافلين الجبهه على الجناح، وبالتالي صفر انك تشانس ان انت تعمل كروس، وصفر تشانس ان انت ممكن تحاول تخترق العمق وتشوط. نشوف الصوره اللي وراها، واحده من احق الالعاب اللي بصراحه كانت يعني صعب جدا تشوفها لادميلسون، لعيب مهاري جدا. علي معلول اكبره انه يطلع بالكوره بره الملعب. ليه؟ لان ما عندوش اي مساحه تمرير. خلاص الراجل هنا عشان يعمل الكروس صعب جدا انه يعدي علي معلول، ولو رجع بيها في واحد في ظهره طاهر او حسين. حسين الشحات عمل دور دفاعي مميز جدا. كل ده يا جماعه كل ده تعليمات مدير فني، مش اداء فردي من اللعيبه. ده لعب جماعي وتعليمات من المدير الفني. نروح للصوره اللي وراها ونشوف نتيجه كل اللي احنا شرحناه ده في الشوط الاول بالنسبه لنادي الدحيل. ايه؟ كره عرضيه وحيده لاولونجا وسط ايه بقى؟ وسط ثلاث مدافعين النادي الاهلي، وبالتالي نسبه ان اولونجا هنا يهدف في الكوره دي يا كابتن اسلام تقريبا اقل من وده اللي اكبر صبري لابوش ان هو الشوط الثاني يطلعه. طبعا خلاص الراجل مات تماما، انك فصلت عنه دودو مفيش اي امداد، وكمان فصلت عنه الكرات العرضيه اللي انت عامل ضغط جامد جدا جدا على الاطراف، وبالتالي الامداد له كان قليل جدا. وبالتالي كان يجب على صبري لاموشي ان هو يتدخل. تدخل بقى في الشوط الثاني، عمل ايه الراجل؟ عمل بصراحه تغيير مدير فني جيد جدا طبعًا على طبعًا فكره طبعًا. يعني ولاعيبه محترمه جدا. نشوف الصوره اللي وراها، عمل اهم حاجه، هو خلاص عرف تماما ان جبهه علي معلول يستحيل اختراقها، لان علي معلول لوحده بصراحه في الدفاع قوي جدا. لما يعوز يدافع بيبقى قوي جدا. انسى طبعا. صراحه الموضوع صعب جدا. قال خلاص اوكي انا ابدا اركز على محمد هاني، ولكن عشان النهارده اخلي ادميلسون يروح مان تو مان على محمد هاني لازم اسحب فرقه النادي الاهلي في نص الملعب واخد تركيزها لقلب الملعب، وبالتالي نزل هو مونتاري وشال اولونجا ونزل المعز علي وبدا يحطهم على الجبهه الثانيه عشان يسرع الانظار، وبدا يركز على ادميلسون. بالفعل هو الامانه خطته نجحت. ليه؟ لان محمد هاني وادميلسون اتحطوا في مواقف واحد على واحد. معلش انا بتحفظ على الكلمه دي، عارف ليه؟ لان هو ما كسبش او ما اتعادلش. لا 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 مش قصدي، ما عملش. لا احنا بنتكلم ان هو نجح في انه يحط واحد أوكي على واحد. اوكي لا نجح طبعا. ليه؟ معانا كذا صوره، يعني دي اول واحده معانا ادميلسون مع محمد هاني واحد على واحد. انت عارف في واحده في الاخر قفشه، تخيل قفشه. طبعا بعد ما فاكر لما برضو كنا جايبين الفيديوهات وقلت ان لازم يبقى عليه اتنين طبعًا رقص واحد طبعًا. رقص محمد هاني طبعا، دخل قفشه واتحسبت فاول لقفشه. طبعا نروح للصوره اللي وراها ونشوف برضو هنا الكره. هنا دودو بدا يلاقي متنفس شويه في نص الملعب، وبرضو ادميلسون عنده المساحه انه ياخد الجبهه اليمنى النادي الاهلي، وكان وده كنا بنحذر منه على طول.
بس خلي بالك ما بيتس موسيماني هيلحق ده في الاخر طبعا. نيجي للصوره اللي وراها هنشوف برضو ادميلسون رايح ليه محمد هاني برضو في موقف واحد على واحد. وده اللي عمل علينا الخطوره والضغط العصبي اللي احنا عشنا فيه. طيب الصوره اللي وراها بقى تقول لنا ان بيتس موسيماني ما وقفش يتفرج على كل الكلام ده وما عملش حاجه، راح منزل مين؟ نزل اكرم توفيق. ليه؟ عشان اكرم توفيق كان دوره مش بس ان هو يحمي قلب الملعب ونص الملعب، لا خالص، اكرم توفيق كان نازل عشان يعمل مساعده دفاعيه واضحه لمحمد هاني. وهنا في الصوره دي اللي احنا شفناها، شفنا اللي قطع الكره دي اكرم توفيق، محمد هاني وقف ورا متثبت، واكرم توفيق بدا يضغط على ادميلسون عشان يمنعه يروح مان تو مان على محمد هاني في العشر دقائق الاخيره دي. ببساطه كانت الصور اللي معانا، ومعانا حالتين بيرو. نوضحهم ليه. كرة الهدف اللي احنا قلناها واللي احنا دي اعتقد اول لعبة معانا، نشوف البلوكس اللي كان عاملها موسيماني في الشوط الاول. دايما النادي الاهلي بيروح بثلاث لعيبه، اللي شافوا معانا الفيديو اللي جبناه يوم الاربعاء لنادي قطر كانت دقيقه كامله. لا وبعدين لا معلش لو نقدر نرجع، انا مش عارف نقدر طب. لو نقدر نرجع سنه بسيطه، انت عارف انا اللي فارق معايا ايه كمان؟ ايوه الترحيل. صح يا كابتن سامي، رائع طبعا. لا لا بص يعني طب. الترحيل هنا، كمل اللعبه يا برجاوي لو سمحت كمل. ايوه انا عايز بقى اللي بعد كده. بص الثلاثه بيجروا مع بعض ازاي، كمل. اوكي ايوه اتفضل. بص يا كريم. نعم. بص طول ما هنا مفيش اكتر من 6-7 ياردة تعرف صح. ان الموضوع ماشي 10-10. صح مظبوط صح ماشي بشكل اوتوماتيك. واللعيبه زي ما كابتن اسلام شرح كلمه مهمه جدا، ترحيل اللعيبه من جبهه لجبهه كله ماشي مع الكوره. أيوة. وحتى لو نادي الدحيل فكر ان يعمل الكروس للناحيه الثانيه بقى الناحيه الثانيه، اللعيبه راحت هوب بسرعه جارين وقفلين. اللي هي الاستك اللي هو زي عارف كنا بنعملها زمان بالاستك، تمسك أيوة. الاستك كده وتزق بعض. صح. وهنا يا كابتن حتى في ربع الملعب ده لما نشوف لعيبه النادي الاهلي 1-2-3-4-5 لعيبه على ثلاثه بس، وبالتالي نسبه حصول النادي الاهلي على التمريرات البينيه عالي جدا لو حد فكر انه يلعب الكوره في عمق الملعب. نشوف تاني الكلمه اللي قالها كابتن اسلام، الترحيل. أيوة. طبعا الدحيل فشل في اختراق الجبهه اليسرى، راح رايح عايز يروح هناك بقى الناحيه الثانيه الجبهه اليمنى عند النادي الاهلي، لا اللعيبه بترحل معاه، وبالتالي كل ده شغل مين؟ ده شغل طبعا بيتسو موسيماني. يعني بيتسو موسيماني هو اللي مفكر في الموضوع ده. انا بس انا باخد منك عشان بعد كده هتكلم في نقطه مهمه، لان في نقطه كابتن اسلام الجمهور ساعات بيستنى الابداع المدير الفني في ان هو يلعب لك لعيب مش متوقع او يديك خطه. لا مش لا في النهارده شغل داخل الملعب، هنتحرك ازاي وهنتصرف ازاي. نشوف الحاله الثانيه اللي معانا وهي حاله الضغط. دي حاله مهمه قوي دي على فكره يا كريم. نعم اتفضل. الحالة الثانية اللي معانا وهي حالة كرة الهدف، وزي ما كابتن اسلام قال الكورة اللي احنا شفناها في ماتش قطر من الضغط. كرة الهدف يا جماعة مش كورة هي خالص، ضغط بواليا وضغط حسين الشحات كان ضغط مدروس بانك تسيب الكورة لنادي الدحيل في الحتة دي وهوب تحط رجلك اول ما تاخدها على طول تسدد على المرمى. وطبعا احنا اتكلمنا على ضعف صلاح زكريا مدير حارس الدحيل، كنت اتمنى بصراحه ان احنا نسدد اكتر من كده. احنا شطنا تسديده حسين شحاته جت جون، وتسديده حمدي فتحي كنت اتمنى نشوط اكتر لان فعلا الحارس كان ضعيف جدا. لكن في كل الاحوال بيتس موسيماني الشوط الاول امتياز ولحق محمد هاني الشوط الثاني، وبالتالي النادي الاهلي استحق الفوز. نادي الدحيل اي حد مع كامل احترامي يقول ان هم لعبوا مباراه كاملة سيئة، لا مع كامل احترامي انت بتقول الشكل ده لان انت باصص من كاميرا معينة. لا بشكل عام نادي الدحيل الشوط الثاني قدروا ان هم يعملوا شكل جيد، وصاب لاموش مدير فني رائع وبيقرا الماتشات بشكل جيد، ولكن تاني جهاز الفني النادي الاهلي قدر ان هو يقف قدامه ويقف قدام خطه بشكل جيد. وطبعا توفيق ربنا سبحانه وتعالى اكبر من كل شيء.